افتكرتك حبيبي. انت امين عام تيار المستقبل، سمي نائبا خصما تتمنى لو كان في تيار المستقبل. حلو. صعب؟ حلو السؤال. لا. يمكن دكتور وليد خوري. بتحب يمكن؟ ليه؟ عشانه عامل حالته بجبال، يعني قبل ما يكون في تيار وطني وقبل ما يكون في سياسي، وطبيب ناجح متواصل مع العالم. ممكن.